بون الاصابه تاعي راح تحرمني من كاع المباريات ميم كاس افريقيا وين تلقيت كسر في الساق وفيسير هنا في ليكوت وكيما يقول لك نتمنى التوفيق لاصحابي باش يتاهلوا لكاس العالم ان شاء الله. والله كيما يقول لك انا كي ندخل للفريق الوطني نسي نقدم كاع واش عندي وين كيما يقول لك في الكلوب تاعي نخدم بزاف باش نكون مليح ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ربي يوفقهم.